واضح. طيب هو بداية معلش واضح الكمبيوتر، دكتورة. هو المشكلة في الكمبيوتر في الكاميرا، تمام؟ فأنا عايز أعرف هل أنتم محتاجين كاميرا؟ لا إحنا عادي. هنقابل بعض في ورشة العمل، فعشان كده ده السبب اللي أنا فاتحاه على الجوال وعلى اللابتوب، عشان أدي الكاميرا وأدي اللابتوب. فمعلش أنا هسكر الكاميرا شوية عشان جودة الصوت، تمام؟ وهحتاجها لما عاوز أفتحها هفتحها، تمام؟ أوكي كلكم معايا؟ أيوة دكتورة تمام. أيوة واضح دكتورة معك. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بداية، يعني أتوقع أن أنتم وصل لكم الجدول دوت، أن إحنا في يكون كل واحد فينا أفضل أن يكون جنبه ورقة بيضاء. في الورقة البيضاء ديت هنسجل نقاط التعلم الرئيسية، يعني هو النهاردة استفاد إيه من محاضرة اليوم وتعلم منها إيه. واحد اتنين، ممكن واحد يتعلم نقطة واحدة، ممكن واحد يتعلم نقطتين ثلاثة. يعني مع الأسف أنا ما عنديش فكرة قوية قوي عن الباك جراوند بتاعتكم، ممكن ناس عندها خبرة في التدريب، ممكن ناس ما عندهاش خبرة خالص فتبقى كل المعلومات بالنسبة لها جديدة. فده بيفيدني وبيفيدكم وبيفيد تطوير العملية التدريبية لاحقا، إن احنا نكتب نقاط، ما يعني بلاش يعني نكسل شوية عن الموضوع ده لأنه مهم جدا، نكتب إيه اللي تعلمناه النهاردة وإزاي هتفيدني المعلومات ديت في عملي، تمام؟ إضافة إلى ذلك أنا بحتاج منكم شيء شخصي لي أنا، إذا في موضوع أنتم شايفين إنه ما اتغطى بشكل كبير وعايزينه يتغطى بشكل أقوى، خاصة في ورش العمل اللي جاي القادمة أو لاحقا، ممكن أشير معاكم دوكيمنت تقروها أو تكونوا أنتم محتاجين الموضوع دوت لهدف ما. ممكن كل واحد بيبقى داخل البرنامج بأهداف شخصية غير الأهداف اللي بيضعها المدرب، هو عنده أهداف خاصة بيه، فياريت برضو تشاركوني ايه المواضيع اللي تهمكم انتوا بشكل شخصي بحيث ان احنا نحاول نتطرق اليها. فطبعا فيما يخص التدريب، الجزء الاول اللي هنتطرق اليه النهارده طبعا هي الهدف العام من البرنامج بناء القدرات، زي ما شفتوا او اطلعتوا عليه هو اعداد خطة التدريب، لكن المحاضرتين راح يغطوا العملية التدريبية كاملة، مش بس هقف عند إعداد خطة التدريب، لا هنقف هنكمل إزاي نقيم البرنامج التدريبي، إزاي نعرف نحقق مخرجاته، إزاي نختار المدرب، إزاي نختار الفئات المستهدفة، إزاي نقيم البيئة التدريبية. فهنتطرق لجميع مراحل العملية التدريبية وليس فقط هنقف عند إعداد خطة التدريب. فالمحاضرة النهاردة راح تتطرق على مفهوم التدريب وبعض الديفينيشنز والمصطلحات المتعارف عليها في التدريب، هنتطرق إلى مستويات التعلم، مراحل إدارة العملية التدريبية وتحديد الاحتياجات التدريبية. الهدف من محاضرة اليوم إن نتعرف على المفاهيم الأساسية للتدريب، خطوات تحديد الاحتياجات التدريبية خاصة لأن هي هنعرف قد إيه هي مهمة عشان التدريب يحقق مبتغاه وما يكون إهدار للمال. طيب دلوقتي عايزة طبعا كلنا نعرف يعني الموظف بيحتاج لإيه. أنت موظف طلع من بيته الصبح، لبس، نزل، مسافة الزحمة، رايح عمله، فهو رايح عمله عشان يؤدي عمله. هل مشكلة الموظف إنه ما بيعرف يؤدي العمل؟ أكيد لا، أكيد هو رايح إنه بيحاول. في موظفين عندنا بيحاولوا وبيجتهد إنه يعرف يؤدي شغله. طيب التدريب اتعمل عشان إيه؟ التدريب اتعمل إيه؟ عشان أغطي أعلم الموظف اللي عندي معارف وأدي له كمية من المعلومات. المعلومات دي مع الوقت هيستخدمها ويؤدي مهارات معينة، المهارات دي هتكسبه خبرة، الخبرة ديت مع المعارف هتكون عنده قناعات وأفكار ومبادئ محددة، المبادئ دي هتزيد التزام وارتباط الموظف بمنظمته، يعني هيبقى حابب إنه يروح العمل بتاعه الصباح، عارف إنه عنده شيء هيقدر يعمله، عنده مهارة هيعرفها للناس اللي حواليه، هيظهر أفضل ما عنده. فالتدريب هو نشاط منظم ومخطط، ما ينفعش يكون عشوائي، ما ينفعش أقول إحنا النهاردة هنعمل دورة تدريبية، إحنا بكرة الشهر الجاي عندنا تدريب في كذا، لا، هو لازم يكون شوية في تخطيط. لو مش مخطط هيكون إهدار كبير للوقت وللمجهود.
كتير نسمع عن مصطلحات زي التريننج الديفلوبمنت ليرنينج. طب ايه هو الفرق بين التدريب والتعليم؟ صراحه لو التعليم تطور راح يكون تدريب. ليه؟ لان التعليم ما هو الا معلم يعطي معلومات معينه الى متعلم. تمام، انا بحاول اتكلم بهدوء وبصوت شويه براحه. المناهج بتاعت التعليم عادة بتكون مناهج واحدة، يعني بتلاقي ان سنة اولى ابتدائي كلها بتاخد نفس المنهج بغض النظر للفروقات الفردية بين الطلاب. اما التدريب لا، التدريب لازم يعنى بالفرد، يعنى بالفروقات بين الاشخاص وبين احتياجاتهم وبين مستوياتهم. فالتدريب ده اختلافه عن التعليم. طيب، فالتعليم محتوى عادة بيكون ثابت، بيتطور ممكن بس كل كام سنة، ما بياخدش في اعتباره الفروقات الفردية بين الأشخاص. أما التدريب بيهدف مجال محدد في وظيفة محددة في مشكلة محددة لأفراد محددين. يعني شوفوا التخطيط بتاعه بيبقى قد إيه، very very specific. تمام. طب ايه الديفلوبمنت ده؟ الديفلوبمنت ده نفرض انا عندي الديفلوبمنت هو التطوير، يعني شخص هو بيؤدي وظيفته على اكمل وجه، السلوك بتاعه جدا ملتزم في مواعيد الدوام، في تعامله مع المراجعين، مع رؤسائه، مع مرؤوسيه، الاتيتود بتاعه مره ممتاز في سلوكياته. طيب هذا الشخص انا محتاجه اطوره، محتاج اعمل له خطه استبقاء، اخليه عندي زي سكسيشن بلان، تعاقب وظيفي هرقيه. فهذا الشخص هطوره، هيخش عندي في مرحله الديفلوبمنت. طب هل احنا عندنا في مؤسساتنا في ليرنينج برضو؟ لازم يكون في ليرنينج. ليه؟ افضل مؤسسات هي اللي بيسموها ليرنينج اورجانيزيشن، اللي هي المنظمه الناقله للمعرفه، ان انا عارف حاجه فعلم زميلي اللي جنبي، فعلم اللي حواليا، فتبقى في نقل للمعرفه في المكان. دي اكتر بيئه صحيه، لان هي بتخلي الواحد كل يوم عنده تشالنج انه يعرف حاجه جديده، جاي من بيته وبيخرج وهو مبسوط انه اتعلم شيء جديد. فوائد التدريب، التدريب ليه فوائد بتعود على الفرد وبتعود على المنظمه اللي بيعمل فيها. الفرد زي ما قلنا انه بيكتسب ويطور من قدراته ومعارفه ومهاراته وادائه، بتزيد الثقه بالنفس، ممكن بيكون ليها مردود مالي انه يترقى في الوظيفه فيزيد المرتب بتاعه، انه ياخد علاوه، انه ياخد خارج دوام. فليه فوائد على الفرد، في فوائد بتعود على المنظمه. المنظمه دي قد تكون الوزاره، قد تكون الاداره، قد تكون القسم، قد تكون المستشفى، المركز الصحي اللي شغال فيه. فالفوائد اللي بتعود على المنظمه او جهه العمل تحسين الانتاجيه وتقليل الاخطاء وزياده الانتماء، لان الشخص بيحس ان انا باجي المكان ده بيعلمني. فدي لوحدها بتخلي فيه رابط وكونكشن كبير بينهم. في عام 1906 طبعا التربويين هم اكتر ناس بحثوا في مستويات التعلم، ازاي الشخص بيتدرب او بيتعلم على شيء معين، على مهارة معينة. اشهر هذول العلماء دولت هو بنجامين بلوم. بنجامين بلوم درس مخ الانسان ودرس تصرفاته، هو كان والسايكولوجي والسايكاتريك بتاع البني ادمين وايه ربطه ازاي بيتعلموا. فقسم مستويات التعلم الى تعلم معرفي كوجنيتيف او نوليدج، تعلم سلوكي او اتيتيود افكتيف اللي هو بيسموه سلوكي او وجداني او عقائدي، مهاري او حركي اللي هو السايكوموتور. طيب مستويات التعلم ده تستفادوا بيها جدا في وضع البرامج التدريبيه التعليميه. مش عارفه في مشكله. بلومز قسم، طبعا هتلاقوا تقسيمات كتير بس اشهرها تقسيم بلومز. بلومز قسم مستويات التعلم الى 6 مستويات، ادناها اللي في الاسفل تحت اللي انتم شايفينها، واعلاها الثلاثه اللي فوق. لو جينا للثلاثة اللي تحت، أول واحد اللي هو التذكر. إن التذكر يعني إيه؟ يعني واحد بيعيد لك المعلومات، بتقول له مثلا بترسل عليه قصة، بتقولها قدامه وبتسأله بعد كده، زي مثلا سنو وايت والأقزام السبعة، كم عدد الأقزام؟ فيقول لك 7. هو بس بيعيد بيقول لك بالظبط اللي تذكره. فده أدنى مستويات التعلم، لأنه لا يستخدم في مستويات المخ غير التذكر. المستوى الثاني اللي هو الفهم، لا ده فهم الموضوع وفهم الحقائق اللي فيه، وبيبدا يقول لك ايه، يقارن. يعني مثلا لما تيجي تساله طيب تفتكر سنو وايت هربت ليه،
هنا يبدأ يفهم القصة ويبدأ يحللها ويبدأ يقول لك أسباب من عنده. التطبيق إنه يطبق اللي تعلمه على حاجة جديدة مثلا، أعلى مستويات اللي يبدأ بقى يحلل ويقيم، والأقصر مستوى اللي هو الإبداع. يعني تيجي تقول له مثلا، يعني أنت مش هتحكي له نهاية القصة، هتقول له مثلا لغاية وقفت لغاية إن سنو وايت قابلت الأقزام السبعة، طب يا ترى بعد كده إيه اللي هيحصل؟ تفتكر هتتصرف إزاي مع الأقزام السبعة؟ فيبدأ هو يألف لك قصة من عنده يقول لك إزاي هيعمل إيه مثلا. أو تيجي أنت على مستوى عندك في مثلا بتعرفوا طبعا الفيديو اللي انا اليوتيوب اللي انا حاطاه دوت يوتيوب على الموضوع بتاع مستويات التعلم، هتيجي مثلا بتيجي بتعرفوا ان في حاجه فاكهه اسمها ليمون، الليمون لونه اصفر، الطعم بتاعه صور شكله كده، في انواع منه اخضر، فتيجي تقول له ايه انه ايه مواصفات الليمون، مواصفات الليمون هنا بقى يقول لك ايه كذا 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 كده، بيسترجع المعلومات، فده ريمبرنج. لكن لما تيجي تقول له مثلا تفتكر ازاي استخدم الليمون في لو واحد عنده برد، يجي يقول لك اه والله هنا نحط الليمون على عسل على مية. فهنا بدأ يستخدم المعلومات اللي خدها في انه هو يطبقها في مستوى عملي. فهنا المستويات دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا لما اجي بعد كده في ان انا احدد الاحتياجات التدريبية بتاعت شخص، هنرجع لها بعدين. طيب طبعا في المستوى المعرفي اللي هو النوليدج اللي هو فيه ست مستويات، ده اكتر مستوى نستخدمه في التدريب، هو واللي بعده، اللي بعده اللي هو السايكوموتور. السايكوموتور اللي هو ازاي، معلش الترتيب، السايكوموتور اللي هو بنسميه احنا المهاري. بلومز وصل بان انت كل ما تكرر نفس المهاره مثلا، تكررها يوميا، تكررها شهريا، بتوصل معاك لمرحله من التلقائيه ان مخك بقى يعملها من غير ما تفكر. اول ما تركب السياره بتبص تحت رجلك تشوف فين البنزين، فين الفرامل، فين كل حاجه. شويه شويه وانت بتسوق هتلاقي نفسك تلقائي دخلت لقيت رجلك الشمال راحت في حته واليمين في حته، وكل حاجه بقيت مخك عارفها من غير ما تفكر فيها او تبص على ايدك او تبص على حركتك. طبعا اعلى حاجه في المستوى المهاري هي السايكوموتور. المهاره في كل ما تتكرر بتسيب بتبقى تلقائيه عند المخ وعند الانسان. معلش هي عشان المحاضره طويله فانا سايبه لكم ان انتم تقروا التفاصيل. نيجي المستوى الوجداني او العاطفي، وده اصعب مستوى في التدريب. اصعب شيء في التدريب انك تدرب احد على سلوكيات معينه مثلا، على ولذلك اصعب دورات تدريبيه هي الدورات اللي خاصه بالتواصل او التعامل مع المراجعين، لانك انت صعب جدا، المثل يقول لك ايه من شاب على شيء شاب عليه، او الطبع يغلب التطبع، انك تغير افكار شخص وعقيدته وسلوكه في التصرف، ده بيحتاج وقت طويل وبيحتاج مجهود وبيحتاج تدريب من نوع معين. مش بس التدريب ده، بس التدريب والشخصية نفسها الاثنين مع بعض لازم يكونوا يتجمعوا مع بعض عشان تقدر تحقق افكت يبان في الاتيتيود. أهم حاجة عندنا دلوقتي المراحل إدارة العملية التدريبية، دي بداية محاضرتنا. التريننج مانجمنت سايكل، التدريب هو عملية، وأي عملية لو جيت للدكتور وهو داخل يعمل عمليات عنده أدوات معينة، تولز معينة لازم يستخدمها. الممرضة عارفة إن عملية الزايدة ليها تري معين، عملية النصور ليها تري معين، ليها أدوات معينة محطوطة على صينية معينة هي بتدخلها، عارفة الليستة بتاعت العمليات اللي عندها فبتدخلها عليها. نفس الشيء التدريب ليه أدواته، ما ينفعش يكون عملية مش منظمة، ما ينفعش أجي أقول والله إحنا الشهر ده قررنا نعمل دورات تدريب، ما فيش حاجة اسمها كده. السايكل ديت هتلاقوا لها برضو كتير أشكال وألوان وأنواع وخطوات، لكن الأشهرها هي الإيدي سايكل. الإيدي سايكل كل أيا كان اختلاف المسميات هتلاقيهم كلهم بيبدأوا بالأسسمنت أو الأناليسيس اللي هو تحديد الاحتياجات التدريبية. مش هتلاقوا أي سايكل بدأت بغير الأسسمنت أو الأناليسيس، في سواء ايا كان اللي شرح اداره العمليه التدريبيه. يعني مهم قوي تحليل الاحتياجات التدريبيه او تحديد الاحتياجات التدريبيه. المرحله الثانيه اللي هو الدي الثانيه، هم خمس حروف A D D D I، هي الديفلوبمنت. الديفلوبمنت او التصميم، في التصميم سوري في ديزاين وديفلوبمنت. الديزاين اللي هو التصميم وتحديد الاهداف، في ناس بتحطها كخطوه واحده مش خطوتين، وفي بيقسمها خطوتين. لكن الترتيب في الأول بحدد الاحتياجات التدريبية،
بحللها بستخلص منها برامج معينة. البرامج دي بناء عليها بحدد الهدف من كل برنامج، بعد كده هبدأ تصميم البرامج التدريبية ثم تنفيذها وتقييمها. وبعد ما بقيم هل بقف؟ لا، برجع تاني أشوف البرنامج محتاج إيه من تطوير وأكمل العملية بتاعتي. فالتدريب عملية مستمرة وتخضع للتطوير المستمر. أحد فيكم قبل كده حضر دورات في التدريب يقدر يعرف لنا يعني إيه تحديد احتياجات تدريبية؟ هاي يا جماعة نصحصح كده، إحنا نمنا ولا إيه؟ ألو؟ فزعلي؟ صباح الخير دكتورة. يعني مثلا إحنا أنا راح أعمل تدريب لازم أتأكد وش إيش احتياجات الفئة اللي راح أدربها، مثلا عندهم جابز في شيء معين، تمام، في ديفكت في بروسيجر معين، هذا التبك اللي أنا راح مثلا أغطي. احتياجات التدريب مثلا المكان، الزمان اللي راح أسوي فيه التدريب، السبيكر اللي راح يدرب، الفئة المستهدفة، الموارد المادية، الميديا اللي راح أستخدمها، هذه كلها احتياجات التدريب. تمام. هو تحديد الاحتياجات التدريبية في تعريفه المقصود به أن أنا عندي ألم معين، عندي بين في مكان ما، عندي مشكلة ما. المشكلة دي هي الفجوة، هي القصور، هو الخلل اللي باين قدامي في المنظمة بتاعتي. مثلا لقيت نفسي الشهر ده اشتريت ب100 ريال ورق، الشهر الجاي لقيتني بشتري ب250 ريال، في 150 ريال ورق اشتريته زيادة. يا ترى ايه السبب؟ ايه اللي خلاني اشتري الورق دوت الزيادة؟ الطبعات عمالة الشهر ده تخرب، كل شوية اجيب طبعة، ايه السبب؟ مثلا عندي في انفكشن زاد في مستشفيات معينه في منطقه، ايه السبب؟ في مشكله حصلت. ففي فجوه في الاداء، فالفجوه ديت انا الاحتياجات التدريبيه مهمتها اني احدد ايه المشكله واحدد ايه اسبابها. دي حاجه. ممكن حاجه تانية، انا عندي مستوى اداء حالي، مثلا قررنا فجاه ان احنا نزود الاداء بتاعي، ازود الانتاج بتاعي، طلع هدف استراتيجي جديد للوزاره، فانا عندي حاجه، طلع برنامج جديد تكنيكالي هدرب عليه، مهاره جديده هدرب عليها، فالحاجات ممكن يكون عندي مشكله بعد الاول كوميونيكيشن. نعم، ممكن يكون عندي مشكله بعد في الكوميونيكيشن، فاصير مثلا أبحث عن حاجة تدريبية أو عن دورة تبع الكوميونيكيشن في الإدارة. بالضبط. فأنا تحديد الاحتياجات التعريف هتلاقي له برضو تعريفات كتير. الفكرة إن أنا عندي مستوى أداء حالي موجود عندي بشوفه كل يوم، عندي مستوى أداء مطلوب أو مأمول أو لي طموح مستقبلي عايز أوصل له، فبعالج هذا الخلل والفرق بين المستويين، رغم هذه الفجوة في الأداء هي تحديد الاحتياجات. هو ده المقصود بتحديد الاحتياجات التدريبية، هي مجموعة جهود لمسح المنظمة أو الإدارة أو القسم أو الأفراد لتقييم وضع قائم، إدخال مستجدات تنظيمية، ممكن إدخال مستجدات تقنية في مجال العمل، كل ده اسمه يندرج تحت تحديد الاحتياجات التدريبية. تحديد الاحتياجات لمستويات، في على مستوى المنظمة، يعني المشكلة عندي ديت قد تكون في المنظمة نفسها، في الإدارة نفسها، قد تكون في قسم من الأقسام معينة، قد تكون في فرد من الأفراد، مجموعة أفراد معينة. لما بحلل على مستوى المنظمة ببص لإيه؟ ببص للاستراتيجية بتاعت المنظمة. الكي وورد بتاعتي في تحليل المنظمة هي الاستراتيجية. إيه أهداف المنظمة بتاعتي؟ إيه أهداف الوزارة بتاعتي؟ إيه أهداف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية؟ إيه الهدف اللي عايزة توصل له؟ من الهدف دوت بشوف هل أنا محتاج فعلاً الـ أني أسوي دورات تدريبية عشان أوصل له؟ ولا لأ؟ على مستوى الوظيفة، على مستوى الوظيفة، طيب كل مستوى الوظيفة ده عادة بنلجأ له إمتى؟ لما يكون عندي موظفين حديث التعيين لسه جايين جدد، فأنا بعرفهم لسه على الوظيفة ديت، فبقدر بحتاج إن أنا أدربهم على الوظيفة، أو عندي موظف هنقله من وظيفة لوظيفة، أو عندي موظف هرقيه لوظيفة أخرى. على مستوى الأفراد، الأفراد لو بصينا كلنا حوالينا في إدارتنا وفي أقسامنا هنلاقي إن هم لن يخرجوا عن 4 فئات. الفئة الأولى هتلاقيها فئة زي ما بسموها high performance high attitude،
واحد ملتزم في الدوام، سلوكه مع جميع زملائه جيد جدا، سلوكه مع رؤسائه مع مرؤوسيه مع العملاء ما شاء الله عليه، كل حاجة عارفها، كل سوبر يعني، فاهم في كل حاجة، بيعرف يعمل كل حاجة، هاي بيرفورمانس هاي اتيتيود، ممتاز في الأداء وممتاز في العمل، تمام. طب هذا الشخص مش يعني هل هيحتاج تدريب؟ هذا الشخص برضو استيل محتاج تدريب، بس التدريب اللي انا هديهوله مش تدريب، لا، ده انا هحطه في سكسيشن بلان، هحطه في ريتينشن بلان، الشخص ده يهمني انا عايزاه، عايز استبقيه، هحط له خطه تانية للتطوير، ان انا ارقيه لمستوى اعلى، ان انا ازاي استبقيه عندي. تدريبه بيبقى من نوع من التحفيز اكتر من ان هو تدريب على مهاره او معرفه ناقصاه. ده الشخص. في شخص على النقيض خالص اللي هو لو بيرفورمانس لو اتيتيود، ده شخص لا هو كويس ولا عاجبه حد حتى كمان، يعني هو تلاقيه يجي متاخر في الدوام، سلوكياته مع زملائه مع مرؤوسيه مع المراجعين سيئه، اداؤه في العمل ما بيعرفش يؤدي في العمل، ما بيعرف، ما عندوش المهاره انه يؤدي، ولا عنده المعرفه ولا عنده المعلومات. هذا الشخص كانت مشكلته في البدايه في التعيين ان الريكروتمنت كان غلط، عين شخص مش المفروض انه يحطه في المكان دوت. ف يعني زي ما بيقولوا دايما ايه، وي هاير فور بيرفورمانس وي فاير فور اتيتيود، ده ما راح يصلح مع التدريب، ما يغير فيه التدريب كتير، يعني الانفستمنت فيه هيبقى مرهق للمؤسسه والمنظمه وللاداره انها تستثمر في هذا الشخص، انه ما راح يفيدها كتير. النوع الثالث هتلاقيه والله هو لو بيرفورمانس بس هاي اتيتيود، واحد كويس بيجي الصبح في دوام ملتزم بيعامل الناس كويس جدا يا حليله ممتاز، لكن مع الاسف اداؤه متواضع ما بيعرفش. ده اللي التدريب اتعمل عشانه، ده الشخص لان هو اساسا عنده الخامه، عنده العقيده، عنده الافكار اللي تدعم ان انا انفست فيه، استثمر فيه وادربه واعلمه، هو عنده استعداد انه يشتغل، لكن هو مع الأسف إمكانياته ده آخرها، يعني إمكانياته اللي تعين بها في الوظيفة دي كده. لأن إحنا نعرف كتير كمان إن في تخصصات، التخصصات دي دخل ناس فيها من خلفيات مختلفة، يعني مثلا هتلاقي في مكافحة العدوى ناس خلفيتها تعقيم، ناس خلفيتها تمريض، ناس خلفيتها أسنان، هو كويس قوي مثلا في الأسنان لكن في مكافحة العدوى لسه شوية، فدوت هو كمان هو شخص ملتزم وسلوكياته كويسة وكل حاجة، فده هقدر مع التدريب إني أنا أوصله للمرحلة اللي أنا مأمولة بالنسبة لي، اللي أنا أتمناها. فده بالنسبة لأن أنا أركز على الفرد. طبعا خطأ كبير جدا بيقوم فيه الناس اللي بيعدوا خطة التدريب إن هو بيركز على الفرد ويترك الجوانب الأخرى، بمعنى إنه هو يجي يشوف تقييم الأداء، عنده أشخاص معينة واخدة في تقييم الأداء سيء مثلا أو مستوياتها سيئة في تقييم الأداء، هي دي اللي هاخدها وهدربها، وده خطأ، خطأ شائع. يعني ليه؟ لأن مش شرط أن يكون النقص في تقييم الأداء يكون سببه نقص في المعرفة أو نقص في المهارة، ممكن الشخص يكون بالعكس شخص كويس بس في شيء في بيئة العمل محبطه مخليه مش عايز يشتغل، فالتدريب هيفيده في إيه؟ لازم ابص وانا بحدد بعد خطه التدريب لجميع الجوانب، لازم ابص للمنظمه ككل، للاداره، للقسم، للموظفين اللي في القسم، ما اهمل قسم جزء مستوى من المستويات دي، اهمال مستوى من المستويات دي راح ينتهي بخطه التدريب ما تعود عليا بالمخرج اللي كنت اتمناه. فلازم كل الاشياء ديت احطها في بالي وكل المستويات ديت اغطيها وانا بعد خطه التدريب وبعد الخطه بتاعتي ازاي هوصل لها. طيب في حد في العمل، انا حكيت لكم عن ثلاث فئات اللي هو هاي بيرفورمانس اتيتيود، العمل بتاعه المستوى الاداء بتاعه جدا ممتاز ومستوى سلوكياته جدا ممتازه، تاني لو بيرفورمانس لو اتيتيود سيء على الجنبين، الثالث كان هاي لو بيرفورمانس لكن هاي اتيتيود، يعني المستوى بتاعه شويه محدود لكن السلوكيات بتاعته كويسه. هل حد قابل فئه تانية رابعه غير الفئات الثلاثه دولت؟ احكي لنا عنها. لو يا دكتوره قابلناهم دول؟ لا. في هل في فئه غير الثلاثة دول قابلتوها؟ ما حكيناش عنها؟ ايوه اللي هو اللو اتيتيود وهاي بيرفورمانس، بس انت ما ذكرتي يا دكتورة. معلش تعيد تاني لان الصوت قطع.
اللي هم انت ذكرتي ثلاث فئات الحين، باقي الفئه الرابعه. ايوه بالظبط اللي هم ايوه انا بالظبط، انا في فئه رابعه ما حكيت عنها، فعشان كده عايزه اشوفكم صحصحين معايا ولا لا. تفضل. أيه. اللي هي اللو اتيتيود والهاي بيرفورمانس، هذول كيف انا حتعامل معهم؟ دي اسوأ فئه يعني ممكن حد يتعامل معها. واحد شاطر جدا 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 لكن سلوكياته سيئه جدا، اكيد كلنا قابلناه، اللي هو ماشي يتخانق مع طوب الارض، سلوكياته مع زملائه مع المراجعين، مع هو شايف نفسه انه هو احسن، انه ممتاز، ممتاز في المعرفه، عنده معلومات كتيره، ممتاز في المهاره، مهاراته كبيره جدا، بيعمل كل حاجه ما شاء الله عليه، لكن سلوكياته جدا سيئه. طيب هذا الشخص ايش يسوي فيه تفتكروا؟ هل يعني مثلا اضع له عقاب معين لسلوكياته؟ تفتكروا ده اكيد انتوا قابلتوه في العمل، تفتكروا ده هيحسن معاه، هيحسن سلوكه؟ ممكن اضعه لدورات تدريبيه هيحسن منه؟ لا، ممكن لا. اعطيه اعمال ما يكون فيها كوميونيكيشن مع الكاستمر او مع الناس. تمام صح، اعطيه اعمال ما يكونش فيها تواصل. ايه تاني؟ اسايره واحاول احط له مهام تناسب القدرات حقته، يعني بالاضافه الى التطوير وتحسين النواقص اللي عنده. زي ما قلنا الاتيتيود صعب شويه اننا نتغيره، صعب يعني من الحاجات الصعبه، واكيد مش هتوديه لطبيب نفسي يعالجه. يعني الاشخاص دولت هم اشخاص مفيدين للمنظمه لانهم هارد وركر، هي مشكلته في السلوكيات، فالافضل ان هذا الشخص اديله الاشياء التكنيكال، الاشياء التقنيه اللي هو يعني انا محتاجه مثلا في بحث علمي، فهو منه للورق الكمبيوتر محتاجه في اناليسيس، منه الجداول يحللها. تمام. او اني اجيب شخص يكون بينه، احط ليفل في النص، ارقيه مثلا، يعني ما اخلي في ايده مثلا ان هو يرقي موظفين او انه يتعامل مع موظفين او انه يقيم موظفين، لانه هو شايف نفسه ان اعلى منهم، فدول كلهم سيئين بالنسبه له يعني، فسلوكياته دي هتاثر على حكمه على الناس. فالافضل ان احط واحد بينه وبين الناس، احط واحد في النص كده زي حائط سد بينه وبين البني البقيه، لكن انا ما اخسره برضه، لان هذا الشخص البرفورمانس بتاعه راح يفيد المنظمه، فمش كويس بالنسبه لي ان انا ايه، ان انا اخسره برضه. تمام. لكن ما هو مش التارجت الاساسي بتاعي في التدريب. مهم قوي لما احدد الفئات المستهدفه، الفئات بتاعتي فعلا تستفيد بالتدريب، مش 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 حاجه حلوه قوي ان انا احط العدد، والله انا جبت في الدوره دي 30 واحد، بس ابص ال 30 الاقي مثلا منهم 20 اللي هيستفيدوا بالتدريب، وال10 الباقيين ما كان ينفعوا يكونوا في الدوره ديت. تمام. ما راح يستفيدوا منها ولا راح يفيدوا المكان والعمل. فمهم قوي ان اضع في اعتباري الفروقات الشخصيه بين الموظفين. التدريب ما هوش بس على ورق، ما هوش استبيان اوزعه، ولا هو يعني تقييم اداء، نماذج تقييم اداء هحللها. التدريب عمليه انسانيه فيها تواصل انساني بشري كبير قوي. طيب لما نيجي على نرجع تاني لمستوياتنا، يبقى احنا قلنا كم مستوى؟ مين معايا صاحي كم مستوى قلنا؟ اربعه. لا، قلنا ثلاث مستويات، على مستوى المنظمة، على مستوى الوظيفة، على مستوى الفرد. قلنا ثلاث مستويات، دي مستويات تحديد الاحتياجات التدريبية اللي أي شخص في الموارد البشرية أو أي شخص هيعد خطة التدريب لازم يفكر فيها. ما في خطة التدريب من غير ما فكر في الثلاث مستويات دي، ودي اللي هنتدرب عليها في ورشة العمل، ودي اللي النماذج هتلاقوها موجودة عندكم اللي منكم اطلع على البرزنتيشن. في تحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة، يهمني ان المنظمة يكون عندها اهداف واضحة، عندها سياسات واضحة، عندها اجراءات واضحة، عندها هيكل تنظيمي ووحدات ادارية واضحة. لو كل ده مش موجود، يبقى انا احتياجات التدريبية بتاعتي هتمشي في خط خطأ. ولو مش موجودة، يبقى انا دوري ان اوجدها، او احاول اوجدها، او احاول الاقي لها حل. ما ينفع ان انا أحل المنظمة ما لها هيكل تنظيمي ووحدات إدارية واضحة، ولا لها أهداف واضحة، ولا لها خطة واضحة. يعني يبقى أنا بعمل إيه؟ بدرب لإيه؟ تمام؟ على مستوى الوظيفة، قلنا الوظيفة ده بالذات، المستوى ده بالذات مهم جدا 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 لو لحديث التعيين أو للنقل أو للترقيات. طيب بيعتمد في الأساس التحليل الاحتياجات التدريبية على مستوى الوظيفة على الوصف الوظيفي. طيب فلنفرض ما فيش وصف وظيفي، ودي مشكلة في الوزارة كبيرة جدا من زمان، اللي منكم قديم في الوزارة عارف انها مشكلة من زمان. طيب ما فيش وصف وظيفي عندي، اقف اكتف ايدي اقول انا ما عنديش وصف وظيفي؟ لا، انا عارف المهمة ده مهمته مثلا
أخصائي تعقيم. دي مهمة الوظيفة اللي أنا هعينه عليها، أو أن أنا القسم اللي هحطه فيه الوظيفة، المهام اللي هيأديها لي فيه 1 2 3 4. أنا كشخص جبت هذا الشخص وعينته في المكان ده، أكيد أنا عارف أنا معينه ليه، هيأدي لي إيه، هيعمل لي إيه. فأول حاجة أحدد لو أنا ما فيش وصف وظيفي، فأحدد أنا المهام الوظيفية وأكتبها له وأحطها له على ورقة على الحيطة وأديها له في إيده. لازم الموظف يبقى عارف إيه المهام المطلوبة منه. يعني إيه كلمة مهام حيوية؟ تحديد المهام الحيوية. يعني إيه مهام حيوية؟ في قانون لو تسمعوا عنه اسمه قانون باريتو. مين يعرف قانون باريتو؟ مين يقدر يعرفه لنا؟ الو جماعه اللي ناموا معانا، الاونلاين دايما مشكلته في كده، في الفولو اب. كل الامهات تعرف تحط الولد على صح. ها مين يعرف؟ لكن اذا تبيني اغش دخلت الشيخ جوجل قريب. بصوا يا جماعة، كلنا حتى في العمل عندنا نعرف ان هتلاقي في اي مكان غالبيتنا، يعني مش عايز اقول للمعظم، يعني هنقول الغالبية، 80% من الشغل بيقضي 20% من الموظفين. 80% من العمل اسمه 80-20. 80% من العمل بيقضي 20% من الموظفين. 80% المهام بتاعتك ديت، المهام دي كلها مثلا حاطت 12 مهمة، هتلاقي من المهام ديت 4 مهام حيوية لا يتم العمل بدونها. نيجي مثلا سكرتير مكتب المدير العام. سكرتير مكتب المدير العام لن يتم العمل أبدا إذا ما يعرف يدير الوقت كويس. إدارة الوقت بالنسبة له من المهام الحيوية. لكن إنه هو يضع خطة استراتيجية مش من المهام الحيوية. دي مش من مهامه، يعني هي مهمة بس مش حيوية، مش هتبوظ الدنيا يعني لو ما عرفهاش. انه يكون بيعرف يكتب على انه يعرف يحلل البيانات على الاكسل مش مهم، كويس انه يعرفها لكن مش مهمه، مش مهمه حيويه. المهام الحيويه اللي هي بتادي لي 80% من العمل، اللي بدونها العمل فعلا راح يوقف او يتاثر بشده. فانا حللت اول حاجه، حددت الوظائف اللي فيها بين الوظائف اللي عندي. انا عندي في الاداره دي في 5 6 وظائف، كل وظيفة أدي المهام الوظيفية المطلوبة من كل وظيفة 10 12 5. ده لو ده بفرض أنا ما عنديش وصف وظيفي محددها، يعني أو أنا ببني وصف وظيفي. جيت في المهام ديت، بدأت كل مهمة أحط المهام الحيوية، أختار منها المهام الحيوية اللي هي الأساسية لأداء العمل. طيب أنا حددت المهام الحيوية، طيب المهام دي عشان أقوم بها فأنا محتاج إيه؟ محتاج معارف ومحتاج سلوكي مهارات معينة ومحتاج سلوكيات معينة. فأبدأ أحلل الحاجة اللي إحنا كلنا نسمع عنها اسمها جدارة، جدارات competency. ديت النماذج اللي قدامكم اللي نستخدمها في إدارة التدريب أو يستخدموها المسؤولين في إدارات التدريب. زي ما أنا وريتكم دلوقتي، أول حاجة الوظيفة، حطيت المهام التفصيلية لكل وظيفة عندي. الجدول ده اتحط عشان يقول لي أقدر منه أطلع إيه المهام الحيوية. هشوف الوظيفة، كل وظيفة بتتكرر بقد إيه، أهميتها قد إيه، صعوبتها قد إيه، مقدار صعوبتها. في الآخر كل مهمة هتاخد درجة معينة. الدرجة ديت الأعلى في الدرجة دي معناها إنها مهمة حيوية. جالي هنا مثلا 4 مهام خدت أعلى شيء، هحطها في الجدول اللي بعده اللي هو تحليل المهمة. تمام، يبقى أنا من الجدول ده طلعت المهام الحيوية الأساسية اللي عندي. قد يكون واحد يقول أنا مش هستخدم الجدول ده، أنا عارف صح، التدريب جانب كبير من التدريب الخبره، من شخص عنده خبره فعارف ايه المهام الاساسيه والحيويه في ادارته، فهو مش محتاج انه يعبي دوت. تمام، في واحد لا لسه بيبدا، واحد شاكك، انا عارف بس شاكك عايز اتاكد، فممكن استخدم الجدول ده ان يوصلني ايه المهام الحيويه اللي عندي. مسكت المهام الحيويه ابدا احدد. الو دكتوره. ايوه دكتوره، ممكن بس تقولي مثلا المهام التفصيلية الوظيفية مهمة عندكم في مكافحة العدوى. أنا الأصالة لو هدي مثال هدي مثال من التدريب في إدارة التدريب، فادوني مثال من عندكم مثلا في مكافحة العدوى. ألو حد يديني مثال لمهمة وظيفية عندكم. عمل تقرير دكتورة، إعداد تقرير. نيجي نشوف إعداد التقرير. طبعا هو النموذج ده بيبقى احسن لما اسرد المهام كلها، اكتبها كلها. يعني انا الاول هختار وظيفه، الوظيفه دي خلينا نقول اسم وظيفه مثلا، قولوا لي الوظائف اللي عندكم كده، مسمى وظيفه عندكم مثلا التفشيات الوبائيه.
التفشيات الوبائية متهيألي ده مجال أكتر منه وظيفة، يعني الشخص اللي بيشغل التفشيات الوبائية اسمه إيه؟ مسؤول التفشيات الوبائية. منسق. منسق. مسؤول التدريب والتعليم مثلا عندنا في الإدارة، مسؤول التدريب والتعليم. مسؤول، لو كان لمسؤول التدريب والتعليم، من مهام مسؤول التدريب والتعليم أول حاجة هنقول تحليل الاحتياجات التدريبية مثلا، دي من مهامه صح؟ تتكرر قد إيه تحليل الاحتياجات التدريبية؟ يعني بيعملها كل قد ايه؟ كل ربع سنه، كل شهر، كل ربع سنه يعني، او كل نص سنه. ماشي، يبقى مثلا هديها 2 في التكرار او 3 2. طيب مهمه قد ايه؟ هديها 4 لان هي هايلي امبورتنت، مهم قوي ان انا احدد الاحتياجات التدريبيه عشان ابدا اعدي خطه التدريب. الصعوبه دي سبجكتيف بقى، بترجع من شخص لشخص. يعني انا ممكن الموضوع ده يكون بالنسبه لي انا سهل، ممكن يكون بالنسبه لي لا صعب. دي ناحيه، ده واحد بيبص للصعوبه من المقياس شخصي بحت لشخصه هو، هي صعبه بالنسبه له ولا سهله بالنسبه له، وده يعني منظور قاصر شويه. الصعوبه بتدخل فيها حاجات كتير، اول حاجه النماذج المستخدمه، الوصول للتارجت للشخص اللي انا هحدد له الاحتياجات التدريبيه، تنقلات، هل احتاجها الف في المناطق ولا لا، الانترفيو، هل هحتاج اعمل انترفيو، هل هحتاج اعمل ورش عمل، هل هحتاج، يعني الصعوبه بتدخل فيها الموارد، مفهوم؟ فالصعوبه هنا بتحددها بالنسبه لتحديد احتياجاتها، وديها صعوبه 4. فبص الاقي في الاخر خدت مثلا 4 و4 8 8 و2 10، خدت 10. اجي بعديها ايه؟ تصميم البرامج التدريبيه. انا مش من وظيفتي ان اصمم برنامج تدريبي، انا وظيفتي ممكن ان انا ايه، اولا تصميم البرنامج ما التكرار بتاعه ما بيبقاش كل نصف سنوي ولا كل، يعني ممكن مره في السنه اني اصمم برنامج تدريبي، فلاقي التكرار قل اهميته بالنسبه لوظيفتي انا كشخص بيعد خطه التدريب، لا مش مهم. انا مهم ان اعرف ازاي اقيم برنامج تدريبي، اذا جاني برنامج اقول والله البرنامج ده كويس ولا سيء، لكن مش مهمتي ان اصمم برنامج تدريبي. قد تكون مهمة لكن مش بالدرجة أهمية إن أكون عارف تحديد الاحتياجات التدريبية إزاي، صح؟ هم أديله في الأهمية 1، صعوبة برضو أديته في الصعوبة 4، فبقى 4 و1 5 5 و1 6، فواخد 6. فكده أنا وصلت إن المهمة الحيوية بالنسبة لي هي تحديد الاحتياجات التدريبية. يعني أتمنى تكون شوية قربت الفكرة بالنسبة لكم. طيب دكتورة، مثلا كل ما زاد العدد كل ما زاد المهمة مثلا؟ يعني نرجع تاني، دي وظيفة، الوظيفة تحت دي المهام التفصيلية للوظيفة، لو خدت بالكم من العنوان المهام التفصيلية للوظيفة، فدي خاصة بوظيفة محددة، ما حطهاش للإدارة كاملة، لا الوظيفة. يعني أنا أول حاجة جبت الإدارة قلت الإدارة فيها 5 وظائف، أول وظيفة كذا حطيت الوظيفة حطيت مهامها. طيب دكتورة معليش، أنا الآن مثلا قلت أنه مسؤول التدريب والتعليم عندنا في الإدارة، تمام؟ عندنا معدل التكرار 4، تمام، انه كل ربع سنوي مثلا عنده مهمه، الاهميه 4، تمام، المكينه كم؟ 8. طيب الصعوبه، طبعا الصعوبه انا اشوفها كشخصي وارض برضو، يعني مثلا كالموارد او كسهوله، يعني فهي عشان كده الصعوبه اتحطت لوحدها، لو خدت بالك ما دولت خدوا مجموع لان سهل قياسهم، وهي لان صعب قياسها اتحطت لوحدها. طيب مثلا انا حطيت الصعوبه 3، حلو، تمام، طلع الاجمالي 8 و3 11، تمام. هل 11 هذه هل هو عالي يعني يكون لان لو خدتي بالك اعلى حاجه 4، ف4 في 3 12، اعلى حاجه 12، تمام. يعني كل ما ارتفع الرقم كل ما كانت فهم علي دكتوره، كل ما كانت المهمه حيويه للوظيفه. ايوه خلاص تمام وصلت، كل ما كان ما يقدر يسوي هذه الوظيفة بدونها أصبحت كريتيكال، تمام؟ معايا؟ معاك. تخيلوا أنتوا مثلا سكرتير مدير عام شؤون الأكاديمية والتدريب عندهم اجتماع مع لجنة جاي من أمريكا مثلا، وفد من جامعة هارفارد مثلا، وده واجهناها على فكرة هنا في إدارتنا، وهذا الشخص ما يعرف يقول حتى جود مورنينج، فمهم انه يعرف لغه انجليزيه، مهم في وظيفته اجاده اللغه الانجليزيه، مهم في وظيفته للتعامل مع الجهات التعليم الاكاديميه الخارجيه، من ضمن المهارات اللي فيها اللي هجايه في الجدول الجاي، عشان كده في الجدول الجاي المهاره مهم فيها اجاده اللغه الانجليزيه.
معايا؟ وضحت كده الموضوع شوية؟ واضح. طيب. هنا ببدأ أحط الشخص ده عشان يحدد الاحتياجات التدريبية، محتاج كل أي شيء في الدنيا، يعني حتى رب العالمين أول آية نزلت اقرأ، أول كلمة اقرأ، فأي شيء محتاج جزء نظري، محتاج تنظير، محتاج كم معلومات. أدنى مستوى عند أول مستوى عند الأخ بلومسي كان المستوى المعرفي المعلوماتي النوليدج. أي حد عشان يؤدي وظيفة معينة محتاج مقدار معين من المعرفة. فهل أنا محتاج معرفة؟ أكيد أي مهمة أي وظيفة وأنت مغمض عينك كلهم محتاجين معارف. نيجي بقى المهارات، في وظائف تحتاج مهارات وفي وظائف لا تكتفي بالجانب المعرفي والسلوكي. في مهارات، في وظائف تحتاج الثلاثة، معرفي ومهاري وسلوكي. في وظائف تحتاج فقط سلوك زي بتوع خدمة العملاء اللي هيردوا على التليفون، دي ما فيهاش مهارة، ده بيرفع سماعة التليفون ويرد بس، محتاج ازاي يتعامل مع المراجعين، شخص عصبي، شخص ما بيفهمش، شخص هيشرح له كتير، فدي محتاجة اكتر سلوكيات. فالجدول ده بيعرفني انا الوظيفة المهمة بتاعتي ديت محتاج اكتر عليها ايه. كل ما كان التدريب محتاج مهارة فأنا محتاجة مواصفات معينة في البيئة التدريبية اللي أنا هحطها للموضوع دوت. هي النماذج دي راح نتدرب عليها أكتر في ورشة العمل، لكن أنا يعني طلب مني أن أنا أحط الأنشطة في المادة فحطتها لكم. يعني أنا كنت فاكرة أن الأول هيكون الورشة اللي هي الحضوري قبل الأونلاين، والأونلاين ده هنكمل اللي ما قدرنا نكمله فيها، بس الموضوع جه العكس يعني، فمعلش عذروني يعني. فهنا الغرض من الخريطة دي ان تعرفني برضو، وانا بحط احتياجات التدريبية اضع في بالي الموارد بتاعتي، انا هحتاج ايه. البرنامج بتاعي معرفي بس، هدي لهم محاضرة، يعني مش محتاج اكتر من قاعة محاضرات فيها بروجيكتور وفيها صبورة وخلصنا، لا فيها مهارة معينة. ده انا بدرب على البي ال اس، يبقى انا محتاج دمية، محتاج قاعة مثلا، محتاج أجهزة يكون فيها بتعمل CPR، أو محتاج ديفابريليتور. فهنا المهارة أشوف أنا محتاج فيها إيه، محتاج إيه البيئة التدريبية وإيه الريسورسز اللي أنا محتاجها. كل ده مهم للشخص اللي بيحط الاحتياجات التدريبية، تحديد الاحتياجات التدريبية ليه، عملت له محاضرة واحدة وباقي خطوات العمليات التدريبية في محاضرة تانية لوحدها، لأن هي أهم خطوة، هي الأساس اللي بتتبني عليه العمارة. لو الأساس خطأ العمارة هتتبني خطأ. تمام. طيب هنا انا خلاص حللت المهمه بتاعتي. تمام. الجانب ده اكتره يعني، انتوا هتلاقوا النماذج محطوطه، معرفش انتوا جالكم اللينك بتاعه الدرايف ولا لا، محطوط شرح لكل نموذج وامثله فيه، يعني كل نموذج وشرحه تحتيه. النموذج ده اكتر ان هو يعرفك ازاي تحط الهدف التدريبي. يعني لما اجي اقول لو رجعت ورا، انا حاطه لكم ورا في بلومز، يعني لو أنا هحط هدف معرفي هقول إيه؟ هقول الشخص ده يكون قادراً على مثلاً يعدد أسباب انتشار العدوى في أقسام البطنة، يعرف مثلاً انتشار العدوى مثلاً انتشار البيت سورس اللي هي اسمها بيت سورس القرح الفراش مثلاً، يتعرف على مثلا اسباب كذا، تمام، يشرح كذا، يوضح كذا، دي كلها جوانب معرفيه. اجي جوانب مهاريه اقول ايه، قادر على مثلا انه يغير، مثلا انه يعقم، يشغل جهاز التعقيم مثلا. هو مع الاسف انا خبرتي في مكافحه العدوى شويه مش قد كده، بس فانا يعني ايه مثلا مهاره غسل الايدي مثلا، يعني اللي هو الهاند هايجين، في المهارة انه يقدر يطبق الهاند هايجين، يطبق انه يلبس الماسك مثلا، كل دي مهارات، فدي هيطبقها. هتلاقي المهارات لها يعني كل واحد من دولته ده هنتدرب عليه في المحاضرة دي، في المحاضرة الجاية ليه طريقة في الكتابة. لما اقول يعرف غير لما اقول يطبق، غير لما اقول يشرح، غير لما اقول يوضح. تمام معايا؟ تابعين جماعة؟ معاك. بعد كده انا وصلت ان حددت البيت بتاعي فين، حللت الوظيفه بتاعتي، حللت المنظمه بتاعتي، طلعت بعدد من الدورات التدريبيه. تمام. نيجي بقى للمده المقترحه، هل انا احط المده، احط البرنامج ده 3 ايام ولا يومين ولا 4 ولا 5 ولا 10؟ كل ما البرنامج كان فيه مهارات كتير اكيد انه بيحتاج مده اطول. الحاجات دي بيعتمد على البنش مارك، بشوف بقى يعني خبره الشخص برضه، هو بيشوف المتعارف عليه عالميا ايه،
حواليه محليا ايه دي نقطه. برضو الموظفين اللي عنده، لو عنده موظفين كتير جدد مثلا فدول هيحتاجوا وقت اطول من موظف قديم ويدوبك بديله ايه ريفريشمنت زي ما بيقولوا ريفريشمنت، غير ان انا بديله لسه الاساسيات والبيزكس. فالمده دي بتعتمد على التحليلي للبرنامج نفسه، المهارات اللي فيه قد ايه المطلوبه، الاشخاص الفئات المستهدفه اللي انا جايبها وخلفياتهم ايه، البنش مارك المتعارف عليه. تمام، هنا ببدا احط مده مقترحه في الاخر خالص. تمام، هنا بالنسبه للتحديد على مستوى الفرد، مستوى الفرد انا بس كنت عايزه اوريكم برنامج النموذج الاخير عشان انا مش عارفه حطيته في الاخر. انا كنت ده في الاخر، انا بعمل ده كله عشان اوصل لده. ده النموذج اللي كل الناس بتعبيه بسهوله، بس مع الاسف بيعبوه بدون ما يكونوا عدوا بالخطوات السابقه. الخطوات السابقه مهمه عشان اوصل للنموذج ده. احط العناوين، المده بالايام، لما احط المده بالايام احط مكان التنفيذ. هاجي مثلا هدرب على مكافحه البلهارسيا وهو مركز نواقل المرض في جيزان، طب انا اعمل مكافحه البلهارسيا في الرياض ليه؟ طب انا اروح اعملها في جيزان مش احسن؟ لان مكان التنفيذ موجود، مكان العملي هناك افضل. يعني لو انتوا عندكم حاجه شبيهه، يعني انا بقول لكم يعني مثلا يعني، فالمكان التنفيذ كلما كان مرتبط بالمشكله اللي عندي ومرتبط بالمهاره اللي عندي وبالمعارف اللي انا هوصلها للشخص بيكون افضل. تمام، الموعد طبعا عارفين عندنا ان احنا في الكالندر، يعني يفضل ان في اوقات ما لا اتطرق اليها مثلا. يعني انا عارف مثلا عندي الادي الكالندر التعليمي ان الوقت ده اجازه، فمعظم الستات هتبقى مع اولادها بعدين، طب انا ليه احط موعد التدريب في الموعد دوت؟ طب انا هحاول ادور على مواعيد المناسبه لاغلب الناس. تمام، لو انا مثلا في الشتاء وهعمل التدريب، لو انا عندي تدريب مهم جدا في حائل مثلا وهجيب الناس لحائل، طب انا اجيبهم في البرد ليه مثلا؟ يعني عايز اعذبهم مثلا؟ يعني مهم ان انا احط في الخريطه دي وانا بحط دي الخريطه اللي اغلب الناس بتعبيها، بس مع الاسف ما بتمرش بيعبوها كده روتين، نوع من الروتين. تعال احنا هنقعد يا جماعه، تعالوا اقعدوا معايا، انتوا عايزين دورات ايه؟ طخ 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 طخ، اكتب عناوين دورات تدريبيه، تفتكروا نحط المده كام؟ كل واحد بمزاجه يحط يومين يحط ثلاثه ننفذها فين. ولذلك لما بتجي لنا احنا في اداره التدريب ونبدا نحللها تلاقينا بنرفض ثلاث ارباعها، ثلاث ارباع الدورات اللي بتجي لنا في الجدول ده تلاقيها اترفضت. ليه؟ لان هي غير لا تتوافق مع المعايير. انا حاطه لكم برده جدول لمعايير تقييم كل حاجه. طيب مهم قوي في لغه البرنامج كمان ان احدد لغه البرنامج. ليه؟ انا واحده من الناس حضرت دوره تدريبيه مره، الدوره دي كانت باللغه العربيه، وبعض المتدربين اللي حاضرين كان من الاخوه الهنود، وكمان هنود كانوا لا يجيدوا اللغه العربيه. فهو قاعد، هو جه عشان قالوا له احضر، لكن هو مش فاهم اي حاجه، مش عارف اي حاجه. فمهم ان اوضح للتارجت بتوعي لغه البرنامج هتكون ايه. لو انجليزي انا عايز انجليزي بتاعه قوي، ولا يلا بس يعرف شويه مصطلحات. مره برضو حضرت دوره اللي متدرب امريكي، هو من اصل عربي بس اللغه الانجليزيه غالبه عليه وانجليزه صعب كمان. حتى الحاضر اللي هو عارف انجليزي مش قادر يفولو مع المدرب. فمهم برضو ان انا اوضح للناس لغه البرنامج. هنرجع للنموذج ده بعدين، بس نرجع تاني نكمل المستوى اللي بقى لنا اللي هو مستوى الفرد. مستوى الفرد ده اللي اغلب الناس بتاديه، ده اللي اغلبنا بيعمله. ما حدش بيرجع يبص على المنظمه ككل، ولا يبص على الوظيفه، ولا يتعب نفسه بالخطوات المرهقه اللي فاتت. لكن دي لو انا عملتها وخليتها عندي في، تخيلوا انتم مثلا مسكتوا كل الوظائف اللي عندك في ادارتك وعملت لها تحليل وحطيتها في مجلد وشلت المجلد ده، خلاص ما راح تعملها تاني، ما راح ترجع لها، اتعملت مره خلاص. لان دي مستوى الوظيفه ومستوى المنظمه عاده بيفضل ثابت ما بيتغيرش الا اذا جت وظائف جديده. فمش راح يعني لو ارهقت نفسك هترهق نفسك مره. لكن على مستوى الفرد ده اللي الاغلب بيعمله، وده الخطا. ان احنا بنخش على ده على طول، نجيب تقييم الاداء نشوف الشخص ده واخد درجه قليله في ايه، خلاص يا عم ده اديله دوره تدريبيه في كذا، وده مش سليم. طبعا اسهل واسرع طريقه الاستبيانات. استبيانات، في استبيانات ورقيه، في استبيانات الكترونيه، والاغلب دلوقتي بقى بيعمل استبيانات الكترونيه. الاستبيان سلاح ذو حدين يا جماعه، مش لازم دايما نجنب على الاستبيان، هو سهل صحيح بس في مشكله. اول حاجه عدد الاشخاص اللي بيرسبوند للاستبيان. شوف انت نفسك جالك كم مره استبيان على الايميل ولا على الواتس ولا باي صوره من الصور وطنشته. فناس كتير بتطنش تعبيه. شوف انت نفسك كشخص، اسال نفسك كم مره عبيت استبيان وعبيته بلا اهتمام، يا كله حلو يا كله وحش، بدون ما تقرا حتى احيانا ما تقرا السؤال او تقرا بدايه السؤال وما تتعمق في السؤال.
فالاستبيان احيانا بتبقى تحليل بياناته بيبقى مسليدنج، ياخدني في اتجاه واتجاه ده مش هو الاتجاه السليم. فلازم اخد بالي كويس قوي اني ما اعتمدش، هي الفكره اني ما اعتمد على طريقه واحده. استبيان ممكن يدعمه الملاحظه، ممكن يدعمه راي رؤساء العمل، ممكن يدعمه تقارير الاداء، ممكن يدعمه الفوكس جروب. اعمل يعني ايه فوكس جروب؟ فوكس جروب مجموعات عمل محدده، هاخد اشطر ناس او ناس انا يعني كمدير عارف ان الناس ديت هم البايونير، هم مشهورين قوي في مجال تفشي الوبائيات. هجيب الناس دي عندي، اقعدهم عندي كده يوم ولا حاجه واضيفهم وكده، يا جماعه اقعدوا، عايزكم تحللوا لي الوظائف اللي عندكم وتقولوا لي ايه المشاكل اللي عندكم وتضعوا لي ليها خريطه للتدريب، تمام؟ فانا برضو ودي الاستبيانات اللي احنا جمعناها من الموظفين، حللوها وشوفوها تتوافق مع اللي انتم تعرفوه ولا لا. ممكن ارجع لتقارير رضا العملاء، لو انا عندي تقارير في المستشفيات او في المراكز الصحيه او في الجهات عنها. فمستوى يعني ان انا في النهايه ما استخدم طريقه واحده فقط لتحديد الاحتياجات التدريبيه. تحديد الاحتياجات التدريبيه يشمل اكتر من مستوى واكتر من طريقه واكتر من اسلوب. دوت الملخص لكل اللي قلناه. اول حاجه في تحديد الاحتياجات هحدد الوظائف، بعد كده هحدد مهام كل وظيفه، هختار المهام الحيويه، هحلل المهام ديت لمعارف واتجاهات وسلوكيات ومهارات، واشوف ايه التدريب المطلوب ليها كعنوان وكمده. طيب هل يساعدني كل ده، كل الوش اللي انا عملته ده كله بيساعد في حاجه؟ بيساعدني في ايه؟ بيساعدني اني احدد طب معلش يا جماعه نسيت اقول لكم ان المحاضره اللي جاي المحاضر القادم اعتذر، فانا عشان كده مطوله معاكم يعني، اذا اللي زهق مني يعني معلش الله يعينه بقى. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم يعني. في تحديد الاحتياجات اول يهمني في اني احدد الفئات المستهدفه بالتدريب، ما اختار فئات مش هيفيدها التدريب في شيء، احدد مستوى القصور اللي عندي، ارتب اولوياتي، احدد اهدافي، احدد الميزانيه المناسبه، ما يكون ان انا نفقات انفقها على بدون ما تعود لي بعائد. طيب بعد كده هنا فانا زي ما قلت برضو ده ملخص للي فات، ان انا عندي مدخلات معينه، المدخلات دي قد تكون استبيانات، مقابلات، ملاحظات، تقارير اداء، وصف وظيفي، فوكس جروب لمجموعات التركيز، مجموعات عمل، ورش عمل. بعد ما حللت بياناتي دي طلعت بمخرجات، المخرجات الاساسيه اللي عندي اللي هي عناوين البرامج التدريبيه والاطار الزمني ليها اللي هو مواعيد التنفيذ والاساليب التدريب اللي احتاجها، هل احتاج هضرب على مهاره، فانا محتاج ايه ريسورسز الكلام ده. طيب لو انا ما حددتش احتياجات تدريبيه او عبيت النموذج الاخير دوت مثلا فقط حطيت شويه عناوين كده ومواعيدها وخلاص، طيب ايه الاثار المترتبه على كده؟ اول حاجه ان انا الفئات المستهدفه اللي هيجينا ممكن ما يكونش البرنامج التدريبي هو مش محتاجه، هو يعرف كويس قوي الحاجات ديت فهو مش محتاج يتدرب عليها، فده يحس بالاحباط انه سافر وجي ورجي مكان وما استفاد شيء، تمام. فالحاجه الثانيه ممكن نفس الموظف الاقيه حاضر الدوره دي وحاضر الدوره دي وحاضر الدوره دي، يعني هو ترشح من مديره كل مره مش يعرفش غيره فبيحط طلب منه الترشيح فبيحط نفس الاسماء، يعني انا حيمس التارجت بتاعي. كمان الـ بالنسبة للتصنيف الاحتياجات التدريبية، التصنيف يعني لمعلوماتكم يعني شيء نظري كده، بيعتمد التصنيف على الهدف، الأولوية، الحجم، الأسلوب، المكان، خمس تصنيفات. التصنيف في احتياجات أساسية زي تدريب الموظفين المعينين حديثا، ده شيء أساسي متطلب أساسي لأداء الوظيفة. ممكن احتياجات تشغيلية، يعني أنا محتاج أرفع الكفاءة بتاعة العمل في نقطة معينة. في احتياجات تطويرية، أن أنا هنقل الموظف من مكان لمكان فأنا محتاج أطوره، ده تصنيف. يعني التصنيف ده نظري أكتر منه أن أنا بطبقه في الناحية العملية بتاعتي، لكن أنا ممكن تطبيقه ينفعني في إيه؟ أن أنا والله أضع قائمة للحديث التعيين، أدي قائمة الدورات التدريبية اللي أنا محتاجها لحديث التعيين، تمام؟ أي واحد هيجي عندي الإدارة يتعين يبص للقائمة دي ويحدد لك، يقول لك والله أنا خدت دورة تدريبية في كذا وكذا وكذا، فهو خد ثلاثة مطلوب منه خمسة، هديله الاثنين الباقيين، فدي تفيدني في كده لو أنا عندي القائمة دي ومجهزة ومحضرة فأنا وفرت على نفسي شغل كتير. طب واحد هنقله من وظيفة لوظيفة، أنا محدد الدورات اللي لازم ياخدها عشان الكارير بتاع باث بتاعه، عشان يتنقل من الوظيفة دي للوظيفة دي أنا محتاج منه ياخد الدورات دي،
ادي الورقه دي انا هنقلك من الوظيفه دي للوظيفه دي، ادي الورقه دي اطلع عليها وقول لي ايه الدورات اللي انت واخدها او ايه المهام اللي انت بتعرفها. فانا ما احتاج اضربه على كله، احتاج اضربه على جزء معين. فالتصنيف ده بيفيدني في كده، في ان انا ممكن تكون عندي انا دلوقتي اهوت بانشئ اداره تدريب، فكل التولز بتاعت التدريب جاهزه عندي، ما احتاج كل مره على حسب الطارئ اشتغل. لا، ده انا تعبت نفسي وقعدت كده شهرين ثلاثة أربعة نظمت كل عملي ورتبته بالطريقه دي، فاصبح سهل عندي. تمام معايا؟ الو معاك لسه معايا؟ معاك يعني ماشي الحال، ولا انا بتكلم بسرعه ولا يعني؟ لا معاك يا دكتوره معاك. في تصنيف حسب الاولويه، زي ما قلت اولويه يعني حاجه ملحه زي ما جات الكورونا، فبقى ملح ان احنا نضرب على الكورونا خلاص لما فر، فدي حاجه ملحه. تطوير لا، دي زي خطط التطوير دي ما يعني ما هيش ملحه قوي. طبعا الملح بيحتاج بسرعه اكشن، والله انا محتاجه اروح اجيب ميزانيه فورا، محتاجه احجز قاعات، محتاجه كذا. فالملح ده نقطه حمراء عندي بينور لي. تمام، تطويريه او بعيده المدى، انا بحط هدف مستقبلي بعد 3 4 5 سنين انا هوصل لكذا، فانا محتاج ادرب على كذا. التدريب بتاعي يعني في برامج زي ما انتم عارفين بتاخد مستويات، مستوى اول مستوى ثاني، هوصل للمستوى الاخير بعد 5 سنين مثلا، فدي تطويريه بعيده المدى شويه. يعني في احتياجات فرديه وجماعيه، كل ده تصنيف يعني ممكن انتم تطلعوا عليه وتقروه يعني. تمام. نيجي هنا بقى آخر حاجة، الميزانية التقديرية. إزاي أحدد الميزانية؟ أنا واحد في التدريب هو ده، أنا مسؤول تدريب زي ما الأخت تفضلت وقالت، إيه فايدة إن أحط ميزانية تقديرية؟ الميزانية مهمة جدا لصاحب القرار اللي هيتخذ القرار. ليه؟ هو عنده النشاط ده ملح، تصنيفه ملح وأساسي وحيوي، بس ميزانيته عالية. التدريب ده أقل أهمية، يعني يعني مهم بس ما هواش ملح، ميزانيته معقولة. فالشخص يقول لك لا والله أنا الميزانية اللي عندي ديت هكرسها كلها لهذا الشخص الملح الحاد اللي أنا محتاجه حاليا الكريتيكال. فالميزانية التقديرية دي بتبقى بتعتمد على البنش مارك العالمي، إن أنا برضو إيه، أنا شخص في التدريب أنزل أسأل أستفسر أشوف والله هي الحقائب التدريبية بكام دلوقتي في السوق، المدربين بياخدوا كام في الساعة التدريبية، القاعة بحجزها بكام، أغلب الفنادق المحيطة ليا بتتحجز بكام، الفليب شارت السبورة الورقية بكام، الإقلام بكام، كذا 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 بكام. احنا كنا حاطين مثلا في إدارة التدريب إكسل شيت، الإكسل شيت معمول بمعادلات معينة، مجرد أحط رقم يحسب لي الميزانية التقديرية بتاعت البرنامج التدريبي. فالميزانيه دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدني اولا ان انا احجز ميزانيه، لو انا في جهه زي وزاره الماليه هبعت لها ان انا عايز احجز مبلغ معين. تفيدني في لما اجي اتواصل، جات لي عروض من الشركات فاقيم عروض الشركات، اشوف اللي بعيد قوي واوفر ارفضه، اللي تحت خالص متدني ارفضه، اللي معقول وزن الميزانيه بتاعتي. فالميزانيه التقديريه مهمه جدا، ما ننساها ولا نتعداها. يعني لو احنا بننفذ تدريب مهم جدا ان ابقى عارف واكون خبير بحواليا بيحصل ايه، اكون داري بالدنيا اللي حواليا، ما اكونش في معزل عن ما يجري حولي يعني. تمام. في احد كان عنده مداخله؟ لو معذره الدكتوره، هل احنا كمديريات عندنا ميزانيه للتدريب؟ مو مع الاسف احب اقول لك ان احنا في اداره التدريب كل سنه بنلاقي في مديريات بتصرف البند بتاعها، وفي مديريات ما تصرف البند بتاعها، ويرجعوا يذكروها ويبعتوا لهم تعميم، وبعد كده يرجعوا ايه، ما يعني هو في ناس بتحب تريح دماغها، انا ليه اوجع نفوخي يعني، ليه اوجع دماغي؟ فهماني اللي بيحصل ايه؟ بيحصل من وزاره، في بند اسمه بند التدريب والابتعاث، البند ده ليه رقم مسلسل ارتباط، حاجه اسمها مسلسل ارتباط، عشان تبقوا عارفين الدنيا بتيجي ازاي. وزاره الماليه عندها حاجه اسمها بنود، بند الابتعاث ليه مسلسل ارتباط برقم معين، الرقم ده بيتحط فيه مبلغ وزاره الماليه اللي بتقرره بناء على ايه؟ بالخطة اللي بترفعها إدارة التدريب، بتقول والله أنا محتاجة أضرب مليون واحد السنة دي، المليون دولار هيكلفه تقريبا كذا، فبتحدد له هي المبلغ. تمام. المبلغ ده لما بيتحط بيتقسم إلى إفاد ابتعاث تدريب. الإفاد أنتوا عارفين اللي هو الإفاد الداخلي، اللي هي البرامج المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو من الجامعات. الابتعاث اللي هو الخارجي. نيجي بقى للتدريب. التدريب بيتوزع على المناطق. تمام. بيتحط لكل منطقة مثلا مبلغ معين.
ده قبل ما ينشئوا التجمعات، عشان تبقوا عارفين التجمعات قصة تانية. ده بنتكلم على مديريات الشؤون الصحية. تيجي مديريات الشؤون الصحية ليها مسلسل ارتباط، هي حرة تماما في ما تصرف من هذا مسلسل الارتباط. نفرض أنا اديت حائل 10 مليون، حائل هي حرة في العشرة مليون. كل إدارة التدريب دورها إشرافي، يعني إن هي تبعت لنا إن أنا أدي قائمة بالدورات التدريبية اللي أنا نفذتها، فبتقعد تسحب من مسلسل الارتباط ده بآليات معينة. يعني في حاجة اسمها شهادة إنجاز، بترفع بيانات الناس اللي دخلوا البرنامج التدريبي، أهداف، وصف للبرنامج التدريبي، أهدافه، الكلام ده كله. المهم طبعا المبالغ اللي تتحط في بند التدريب جزء منها بيروح لاعتماد الساعات التعليم الطبي المستمر من الهيئة. أول كان الاعتماد الساعات التعليم كان سهل شوية. ليه؟ لأنه كان مبلغ مستقطع بتدفعه الوزارة للهيئة وفقا لاتفاقية معينة. المبلغ ده مثلا الهيئة طلبة 100,000، 100,000 ده ما بتفرقش بقى اعتمدنا ايه، اعتمدنا 100 برنامج، اعتمدنا مليون برنامج، مش فارق، هو مبلغ مستقطع. بعد كده تغيرت هذه الاتفاقية واصبح اعتماد الساعات. عشان كده لو تلاحظوا ان الاعتماد قل ليه؟ لان الهيئة حطت مبلغ لكل ساعة تدريبية، فاصبح اعتماد الساعات مكلف، ما عاد زي الاول مبلغ مستقطع بدفعه بين الوزارة والهيئة، ايا كان عدد الساعات مش فارق. دلوقتي لا، كل ساعة لها مبلغ ومبلغ عالي. فأصبح البروسيس دلوقتي بقوا يفكروا كتير قبل ما والله أنا أعتمد البرنامج ولا ما أعتمده، أدفع الفلوس ولا ما أدفعها. ماني توكس دلوقتي زي ما بيقولوا. النقطة الثانية، التجمعات خدت بناء على تعميم معالي الوزير خدت الصلاحية الكاملة في التدريب، فأصبح للتجمع ميزانية مستقلة للتدريب والإفادة والابتعاث. ولذلك تلاقوا تلاحظوا برضو أن عندكم زملاء في التجمعات طلعوا ابتعاث، مع ان الوزاره نفسها، الوزاره شخصيا مش فاتحه الابتعاث. ليه؟ لان ده اصبح بند وده بند تاني. ما اعرفش عرفت اوصل لكم ان الناحيه الماليه شويه في التدريب معقده بالنسبه للوزاره شويه يعني. تمام. لا انا ما اعرفش في مكافحه العدوى في ايه، قد يكون عندهم ميزانيه هم مستقله ليهم، تمام، قد دي تساعدكم. لكن انت مطالب كشخص تضع خطه للتدريب، افضل لما ترفعها للجهات الاعلى منك أصحاب بقى القرار، إنك تضع له ميزانية تقديرية، لأن ده هيساعده هو في اتخاذ القرار. أنت بتحط الخطة دي عشان بعد كده هتاخد عليها موافقة للتنفيذ. أنت مش حطيتها عشان تحطها في الدرج، تحطيتها عشان تاخد عليها موافقة. طب أنا كمدير عام شؤون الأكاديمية والتدريب هدي لك موافقة بناء على إيه؟ اديني كده حاجة تقول لي، يعني عرفني ليه أنا هدي لك يعني أوافق على ده وفي الآخر يطلع بمليون ريال؟ طب أنا ما عنديش مليون ريال دي أديها لك. اديني فكرة. مهم ان انا اخد فكرة عن الميزانية التقديرية لكل برنامج. واكتر واحد يقدر يحط الميزانية الشخص اللي مسؤول في الادارة. ليه؟ لانه عارف البرنامج بتاعه يتكلف قد ايه. يعني انتوا لو تلاحظوا مثلا الدمية الواحدة بتتكلف فوق 200,000 ريال. فانا لما اكون عايزة، عشان كده دورات الاس اللي اس اللي هي الادفانسد كاردياك لايف سبورت اغلى من البي ال اس، لان المعدات اللي تستخدم في دي اغلى من المعدات اللي مع ان دي نفس المدة، يعني دي ممكن اخدها في يوم ودي في يوم، ونفس المدرب اللي هيضرب هنا هيضرب هنا. يعني التكلفة مش في المدرب، التكلفة مش في المدة، التكلفة مش في القاعة، التكلفة في الأدوات التدريبية. معايا؟ فالشخص اللي يقدر يحط التكلفة هو أقدر شخص عارف بالبرنامج. ما أعرفش وصلتكم النقطة ولا يعني شوية. احنا استفسرنا لأن عشان التدريب يعني بحاجة عندنا برنامج البكسل، كمدربين بكسل نحتاج إن ندرب المنشآت، كان للأسف إنه ما في ميزانية للتدريب. ما البيكسل في الاول اعتمدوا له ميزانيه، لانه كان زي ما قلت لك اهو البيكسل ده نظام يعني مثال للاحتياجات العاجله. كان في ساعه في قبل الحج، البيكسل بيظهر دايما قبل الحج في المدينه المنوره، كان اول ما ظهر صح. فكان من الاحتياجات التدريبيه العاجله الاولويه للوزاره، فحطوا له ميزانيه، تمام، وتعمل الكتيب بتاعه وتعملت السياسات والإجراءات والأدوات، وفروها كل شيء شوية شوية، لأن الاحتياجات العاجلة بتختلف من وقت لوقت. فأصبح في عندي عدد كبير اتدرب على البيكسل، وأصبح العملية مش ما عادتش عاجلة زي أول، إن أنا أخصص له ميزانية خاصة بيه. فبدأ زي الارتفاع الحراري، الارتفاع الحراري لما جت الفترة بتاعت الحج اللي كان فيها ارتفاع حراري وحالات كتير في المستشفيات من الإجهاد الحراري، الهيت ستروك، اتحط له ميزانية كبيرة للهيت ستروك، سواء استعداد للمستشفيات اللي في مكة المكرمة، سواء من ناحية التدريب، فتحطت له ميزانية كبيرة في الوقت ده. حاليا احنا دخلنا في جو شوية ايه الحلو، اللي ما عدناش محتاجين للإجهاد الحراري، فالميزانية بتاعته راحت صح.
فالميزانية تختلف من وقت الوقت وأولوياتها تختلف من وقت الوقت. وحاليا في مفهوم لو تسمعوا عنه اسمه كفاءة الإنفاق، تحديد كفاءة الإنفاق. أنا بوجه فلوسي لحاجة عايزة تجيب لي مردود في الآخر، ما راح يعني ما الحين أصبحوا ينتبهوا كتير كتير لأهمية البرنامج والاحتياج إليه ملح أو غير ملح، وعشان أحدد له ميزانية أو ما أحدد له. برضو اللي منكم دخل ساعة التدريب حق الكورونا الإلكتروني اتحدد له ميزانية وميزانية كبيرة، ويعني الشيء الملح دائما الطارئ المهم هم بيعرفوا إزاي يجيبوا له ميزانية. بس يعني من الآخر يعني فالميزانية ديت مهم. لكل ما أنت وضحت أهمية برنامجك وكل ما كان إن هو الاحتياجات التدريبية محطوطة على أساس قوي، كل ما قفلت الفرصة على المدير إنه يقرر إنه يلغيه أو يعتمده. تمام؟ ودي بتبقى برضو لاحظوا إن يعني أنت لو وضعت نفسك في مكان المدير، المدير برضو عنده أولويات كتير. التدريب يعني في بعض المديرين حتى يقولك أوقف التدريب فورا، يعني إن التدريب بالنسبة له مش من أولوياته، لأن هو ممكن يقولك إيه طيب أوكي مهم وكل حاجة، طب ليش ما تفكر في إنك أنت تشوف شخص يدرب الشخص ده ينقله المعرفة، يبقى تدريب على رأس العمل، ما أحتاج له نفقات كبيرة، ما أحتاج له إن أنا أحجز له قاعة وأسوي له كتيب وبتاع، ممكن واحد زميله يدربه، ممكن واحد يفكر كده صح؟ احنا كمان لازم نحاول من جانبنا ان كلما كان التدريب فعلا محتاج ميزانية وفعلا محتاج آليات معينة هو ده اللي اضعه في الحسبان. اما التدريب اللي اقدر عليه انا كبيئة عمل هو دوت اللي احاول اطلعه برا الخطة بتاعتي. مهم وكل حاجة بس انا اقدر اوصله بطريقة اخرى. تمام؟ يعني كلنا دلوقتي عندنا جروبات واتس، طب انا ممكن على الواتس ابعت له مثلا فيديو يوتيوب قصير، كل ما انا كان قصير كل ما كان افضل ان الشخص ده هيقدر يطلع عليه ويستفيد. ممكن اعمل زي ما قلت لكم فوكس جروبس في كل منطقه، كل منطقه الفوكس جروب دي كل فوكس جروب ليها مهمه معينه تدرب الناس عليها. يعني مهم قوي ان انا كمان اخد انا كمسؤول تدريب اتجاه الدوله في اللي هو تحقيق كفاءه الانفاق. بلاش نسميها تخفيض الانفاق، كفاءه الانفاق، اوجه الانفاق بتاعي للشيء الضروري اللي ما اقدر اسويه بطرق اخرى. ولذلك تصنيف التصنيف بتاع الاحتياجات التدريبيه يفيدني في كده. التصنيف ده اللي هو هل هي اساسيه وعاجله وملحه وجماعيه وعمليه، يعني التصنيف ده يفيدني كتير في ان انا والله احدد اولوياتي، ما اوجه الانفاق والريسورسز والموارد بتاعتي لاشياء قد لا تكون مهمه، يعني او لا تكون بالدرجه الاهميه الكبرى. مهم قوي موضوع ان انا احدد المهام الحيويه المهمه اللي ما اقدر استغنى عنها واحدد الانفاق بتاعي يكون في اي اتجاه. احد عنده سؤال اليوم؟ كومنت تعليق موضوع يحب موضوع يكون انا اتمنى ان انتوا بصوا ده رقم جوالي موجود على البرزنتيشن، اذا حبيتوا اي احد عنده استفسار او سؤال او حاجه عايز اننا نتطرق عليها بشكل اكبر يا ريت يبعت لي، لان احنا لسه هنقابل بعض في ورشه عمل حضوريه هنا، فممكن اي شيء ما اتغطى بالشكل اللي انتم شايفينه. كل واحد بيدخل برنامج تدريب يبقى عنده هدف محدد، ممكن انتم عندكم اهداف غير اللي انا وضعتها او غير اللي وضعتها الاداره وكونوا عايزينها ومحتاجينها، فارسلوا لي برده واحنا مع بعض نطور ونحسن، ودي فائده التطوير في التدريب. تمام؟ الله يعطيك العافيه دكتوره نهله. شكرا جزيلا لك والله، محاضرة مرة رائعة، يعني فتحت أو وجهتنا نقاط يعني ممكن كنا نعتبرها مسلمات أو ما نمر عليها أو نعطيها حقها، وهي لها دور كبير في اختيار مواضيع، اختيار الفئات، بحيث أنه ما يكون جهودنا تروح، يعني أحيانا هذا اللي تصير جهودنا تروح بعدم وضع خطة صحيحة من الأساس، تحدد لنا إيش المواضيع المهمة أو الفئات المهمة أو الطرق، فنلقانا نهاية السنة ضاعت أوقاتنا بشكل كبير وما أخذنا النتائج اللي إحنا نبغاها. معلش هذا من تفضلي دكتورة. البرزنتيشن فيه أول 2 لينكس مهمين جدا هتلاقوهم، هي Infection Control Training Needs Assessment في 2 انفكشن كنترول، واحد في الريد كروس في امريكا وواحد في فنزويلا، يعني دي دراسه لتحديد احتياجات تدريبيه، واحده منهم كان فيها مشكله في الهاند هايجين، فيعني دي حاجات لقيتها ممكن انترستد ليكم لو انتم حبيتوا تطلعوا عليها. معلش هي المحاضره دي عاده احنا بنديها في 3 ايام هنا في الاداره العامه للشؤون الاكاديميه والتدريب، لكن الوقت مضغوط شويه في تحديد الاحتياجات التدريبيه لوحده بنديه في 3 ايام مش في ساعه،
فأنا حاولت ألم أكبر قدر ممكن من المعلومات في البرزنتيشن وفي المحاضرة، وإن شاء الله أتمنى أن تكونوا على الأقل يعني الأشياء المهمة يجتت يعني. إيه دكتورة، يعني هنا إحنا هدفنا صراحة يعني الزملاء يطلعون والمراجع يرجعون لها قراءة الحرة الخاصة فيهم، لأنه في النهاية هدفنا تطويرهم، هم اللي هدفهم أيضا تطوير نفسهم. فعشان كذا يعني كانت فعلا الوقت محدود، لكن حاولنا نفتح أبواب كثيرة أو شبابيك كثيرة عند كل شخص في باله، ويكون مسار يعني يوجهها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن شاء الله الجزء الثاني للمحاضرة بيكون غدا مع حضرتك، فلو زملاء عندهم أسئلة أو نقاط حابين يثورونها أو حتى في خلال الورشة، أتمنى أنها تكون يعني الجميع يعني لمست شيء في قلوبهم محاضرة التدريب، لأنها هي تعتبر التدريب من أهم الركائز عندنا في الإدارة حقيقة. وأتمنى أني أحصل منهم برضو على فيدباك، يمكن يقولوا لي اتكلمي بصوت أعلى شوية، بصوت أهدى شوية، اتعلمي كم كلمة سعودي. أنا دايما